بونجور مي شير زلاف، تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون سيري ديكزيرسيس تخص الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك اي لا فورس، وهذا الفيديو غادي يكون خاص بالتلاميذ ديال 3 اني كوليج. فوالا، دونك في هاد لا سيري هادي ارتئيت انني نحط التمارين اللي يقدروا يتبروبوزاو في ليكزامان ولي كيسيون اللي تيقدروا دائما يتحطوا تيتعاودوا، ونعطيكم حتى منهجيه كيفاش تجاوبوا على هاد النوع ديال الاسئله. داكوغ، او ميم طون حنا تنبريباريو ليكزامان ريجيونال ان شاء الله. دونك قبل ما نبداو ليكسبليكاسيون والانجاز ديال التمارين هادو، بغيتك دابا الا ما كنتيش ابوني تهبط ابونا وتخلي لي لايك للفيديو داكوغ، وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالكم. دونك نبداو على بركه الله مع ليكزارسيس نيميرو 1. دونك ليكزارسيس 1 عطاونا كيف ما تشوفوا معايا في ليماج، عطاونا سي فيغور اون اليزاكسيون سويفون، عطاونا 6 ديال الاشكال. الشكل الاول تتلاحظوا فيه بلي عندنا واحد لي فوال، لي فوال هما دوك اللي تيكونوا في الباطو، دونك تنقولوا الشراع، تاثر عليهم الرياح، دونك اكسيون دو فون سور لي فوال. دونك باش يتحرك هذاك لو باطو راه الريح هو اللي تيحرك هذوك لي فوال باش لو باطو تيقدر يتحرك. في لا فيغور 2 عندنا اكسيون دان ايمون سور ان كلو، عندنا التاثير ديال واحد المغناطيس على واحد لو كلو اون فيغ، التاثير ديال واحد المغناطيس على واحد المسمار حديد، دونك تيحاول ياتيري عنده يجذبو عنده. في لا فيغور 3 عندنا ان جوار اكزيرس اون اكسيون سور لو بالون، عندنا واحد اللاعب تيطبق واحد لا فورس بالراس ديالو على واحد لو بالون. مزيان، بالنسبه للشكل رقم 4 لو فيل اكزيرس اون اكسيون سور لا بول، دونك عندنا الخيط تيطبق واحد القوه او واحد التيار ميكانيكي على واحد الكريه. وبالنسبه لا فيغور 5 اكسيون دو ليفغ سور لا طابل، دونك تلاحظوا بان لو ليفغ تاثر لينا على لا طابل. فوالا، وبالنسبه لاكسيون 6 عندنا نورمالمون لاكسيون اكزيرسي بار لا تيغ سور لا بوم، دونك لا بوم كانت معلقه في الشجره وطاحت، شنو اللي خلاها طاح هو لاكسيون دو لا تيغ، التاثير ديال الارض. السؤال الاول ساهل، تيتحط دائما في التمارين وفي المحادات وحتى في لي كونترول ديالكم. هاد لي زاكسيون هادو عندنا بستة، كل واحد عطاونا الرقم ديالو غادي نصنفوهم في الطابلو. دونك لي زاكسيون دو كونتاكت هو ملي تيكون عندي لاكتور والغوسيفور، جسم مؤثر جسم مؤثر عليه، بيناتهم واحد التماس. دونك فاش تيكون عندي تاثير تيتم بواحد التماس، دونك دو كونتاكت تيكون واحد الجسم قايس الجسم الاخر في واحد النقطه ولا مجموعه من النقط، تنقولوا اكسيون دو كونتاكت. الا كان تيقيسو في نقطه واحده تنقولوا لوكاليزي، الا كان تيقيسو ولا تاثر عليه في مجموعه من النقط تنقولوا بان هذه سيت اون اكسيون دو كونتاكت غير بارسي. وبالنسبه لي زاكسيون ا ديستانس هما التاثيرات اللي تيتمو سون كونتاكت، يعني تيتمو جسم تاثر على الاخر بدون ما يقيسو، بدون ما يكون بيناتهم كونتاكت. نبداو بلاكسيون رقم 1، قالنا اكسيون دو فون سور لي فوال، تلاحظ باللي ملي تيكونوا عندي لي فوال ديال واحد الباطو راه باش يكون داك التاثير راه ضروري داك لو فون شنو تيدير لهذاك لي فوال، راه تيدفع هذوك لي فوال يعني تيقيسهم. دونك هنا التاثير راه تابس دو كونتاكت، لان لو فون تيقيس لينا كاين كونتاكت بينه ما بين لي فوال. دابا غنشوفوا واش تيقيسو في نقطه ولا في مجموعه النقط. دونك لو فوال راه نورمال واحد السيرفاس كبيره، دونك الهواء راه تيتوزع على داك لا سيرفاس كلها. دونك لاكسيون دو فون سور لي فوال سي اون اكسيون دو كونتاكت ريبارتي، دونك نيميرو 1 غنديروها هنا، سي با لا بين نكتبوا لا فراز كلها. اكسيون دان ايمون سور ان كلو، فوالا، دونك عندنا لو كلو هو هذا وعندنا ليمون هو هذا. دونك شنو تيدير هذا العيار هذا، تيحاول يجرب عنده هذا لو كلو هذا بلا ما يكون بيناتهم كونتاكت، دونك لو كلو كان هنا و تيدي يقرب، دونك ما كانش بيناتهم كونتاكت، هاد لاكسيون تتم سون كونتاكت، دونك سي اون اكسيون ا ديستانس. دونك لا كلاسيفيكاسيون راه ساهله بزاف، ان جوار اكزيرس اون اكسيون سور لو بالون، فوالا لو جوار داير بحال هكا حاط لو بالون هنا. دونك شكون هو لاكتور؟ سي لو جوار، الغوسيفور جسم مؤثر عليه هو لو بالون. دونك كاين واحد التاثير ديال التماس لان البالون تيقيس السنطيحه ديال داك لو جوار، دونك كاين واحد لو كونتاكت، وهذاك لو كونتاكت ما تيتمش في نقطه ولكن تيتم بزاف ديال النقط في واحد المساحه كبيره شويه. دونك لاكسيون دو جوار سور لو بالون سي اون اكسيون دو كونتاكت ولكن تاهي غير بارتي، دونك 3 غنديروها. بالنسبة لاكسيون 4 لو فيل اكزيرس اون اكسيون سور لا بول، تلاحظوا بأن هذاك الخيط تيطبق واحد لاكسيون سور لا بول، وهاد لاكسيون هادي راها دو كونتاكت، علاش؟ لأن الخيط اللي هو لاكتور تيأثر على هذا في واحد النقطة، يعني كاين هنايا واحد التماس ولكن تيتم في نقطة، دونك سي اون اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي تنقولو موضع، يعني يتم في نقطة واحدة أو في مساحة صغيرة.
action de livre sur la table ou l'action de la table sur le livre. Donc التأثير ديال الكتاب على داك الطبلة ولا التأثير ديال الطبلة على داك الكتاب. Donc ça l'a appelé التأثير يتم بتماس. Donc c'est une action de contact. واش localisé ولا répartie, ça l'a appelé بأن الكتاب. Donc تتم واحد الاكسيون بينه وبين لا طابل في واحد المساحه كبيره, يعني ماشي في نقطه واحده, ونقولوا تاثير تماس موزع. دونك سي اون اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. دونك انا غادي نكتبوا لاكسيون 5. بالنسبه لا ديرنيير اكسيون سي لاكسيون اكزيرسي بار لا تير سور لا بوم. دونك فوالا لا بوم كانت معلقه في الشجره, هذه لا بوم دو نيوتون. نيوتون كان جالس طاحت عليه واحد التفاحه, قال علاش التفاحه طاحت هكا للارض وما مشاتش على اليمين وما مشاتش على اليسار طلعت الفوق. باسكو لا تير اللي هي لتحت اكزيرس اتير تتحاول تجذب جميع الاجسام حولها فيغ لو با, تتاثر عليهم ا ديستونس لان التفاحه كانت هنا في الاول والارض كاينه لتحت. دونك التاثير تم بلا ما يكون واحد التماس بيناتهم. دونك سي اون اكسيون ا ديستونس فوالا. دونك 6 غادي نديروها هنا. بالنسبه لا كيسيون دو دائما عندها علاقه بلو ميم اكزيرسيس. عطاونا دي زاكسيون ميكانيك من هاد الساده, عطاونا ثلاثه في لا فيغور 1 ولاكسيون ديال لا فيغور 2 ولاكسيون اللي كاينه في لا فيغور 4. وغادي نجبد انا في كل حاله لاكتور سي لو كور كي في لاكسيون, نستخرجوا من الحاله شكون هو الجسم اللي تاثر اللي تطبق التاثير. وغادي نجبدوا او ميم طون في نفس المثال غوسوفور, واش نورمالمون الشيء ولا الجسم اللي خاضع لهذيك التاثير. دونك سي لو كور كي سوبي لاكسيون. Donc, بالنسبة l'action du vent sur les voiles, je connais qui attire là, c'est le vent qui attire, et là, qui attire là les voiles. Donc, بالنسبة le vent, on va le nommer au fait de la هذه acteur, et بالنسبة les voiles ou le voile, on va le nommer des receveurs. بالنسبة l'action ثانيه, action d'un élément sur un clou, دائما الجسم اللي ورا تيكون هو الاكتر والجسم الثاني هذاك اللي من ورا السور تيكون هو الغوسوفور. دونك شكون اللي تيأثر هنا؟ سي ليمون كي في لاكسيون اي كي اسوفي لاكسيون سي نورمالمون لو كلو اون فير. دونك اللي تيطبق لاكسيون سي لاكتر اللي هو ايمون ليمون مغناطيس, والمؤثر عليه او بيان لو غوسوفور سولوي كي سوفي لاكسيون سي le clou en fer. بالنسبة لاكسيون 4 لو فيل اكزيرس اون اكسيون سور لا بول, قال في الخيط يؤثر على الكرية في واحد النقطة. دونك شكون هو الجسم المؤثر؟ سي لو فيل, ولا من تيطبق هاد لاكسيون على لا بول على الكرية. دونك دائما في اي اكسيون ميكانيك تيكون عندنا ان كور تيتسمى لاكتور و ان كور تيتسمى لو ريسيفور. بالنسبة لا كيسيون 3 قال لي فير لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك, غادي نقوم بحصيلة ديال التأثيرات الميكانيكية غادي نستخرجهم اللي مطبقين على لو كلو اون فير. يعني هنايا غادي نهضرو على لا فيغور, على لا فيغور نورمالمون لا فيغور 2, غنخدمو على لا فيغور 2 غنديرو لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك. فوالا. دونك اول حاجة غادي نجبدو لو سيستيم ايتودي. يعني دائما ملي نقول لك دير لي لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك ولا لو بيلون دي فارس, تنديرو مجموعة دراسه هي الاولى. دونك اولا غتقول لي شكون هو الجسم اللي تنديرو ليه الدراسه, شكون هو الجسم اللي تنشوفو القوى اللي مطبقين عليه. دونك تيتسمى لو سيستيم ايتودي. اولا تندير بحال هكا, دونك هاد لي زاكسيون ميكانيك غنشوفهم يعني اللي عندهم علاقه بلو كلو اون فير. دونك هذاك لو كلو اون فير راه هو لو كور ايتودي, يعني هو الجسم اللي غادي ندرسوه. دابا عاد غادي نجبد لي زاكسيون. تما بالنسبه لي زاكسيون شحال عندنا من اكسيون؟ اولا تلاحظوا في الصوره بان هذاك المسمار معلق في واحد لو فيل, بالتالي هذاك لو فيل غادي يطبق عليه واحد لاكسيون. بالنسبه لاكسيون الثانيه تلاحظ بان ليمون كاين هنا, المغناطيس تيحاول حتى هو ياثر على هذا المسمار. دونك هي لاكسيون الثانيه, وكاين واحد لاكسيون اللي تتكون ديما واحد لاكسيون ميكانيك اللي هي ديال الارض, ديال الارض. دونك عندنا 3 اكسيون. اول حاجه تنحسب شحال عندي من اكسيون. اولا غادي نقول تاثير اكسيون دو فيل, تاثير الخيط سور لو كلو, تاثير الخيط على المسمار. والاكسيون الثانيه سي لاكسيون ميكانيك, اكسيون ديال اش نورمالمون دو ليمون, عاوتاني حتى المغناطيس تلاحظ بانه راه تياتير, يعني تيطبق واحد لاكسيون على لو كلو. دونك لاكسيون دو ليمون سور توجور لو كلو. وكاين عاوتاني واحد تاثير ميكانيكي اخر ديال الارض اللي دائما تيكون, يعني دائما يقول لك جبني لي زاكسيون ميكانيك اجبد كاع لي زاكسيون اللي تيبانو في لا فيغور. وهذا الاخر هذا ديما تديرو ديال لا تيغ, ديما الارض تطبق اون اكسيون ميكانيك. دونك سي لاكسيون ميكانيك دو لا تيغ
ou la l'action exercée par la terre sur le clou. ونقدر انا في الامتحان نكلاسي à des actions. نقول واش action de contact localisée, action de contact répartie ou la action à distance. بالنسبة للتأثير ديال الخيط على الكرية راه de contact ou localisée في نقطة واحدة. دونك نجي هنايا غادي نقول مثلا action de contact باش نبين الاستاذ بانني راه فاهم مزيان لوكاليزي. وبالنسبه للتاثير الثاني اللي تيطبقوا المغناطيس راه قلنا عن بعد سي اون اكسيون اللي تتم سون كونتاكت يعني اديس اديستونس. وبالنسبه لاكسيون الاخرى حتى هي ديال الارض دائما تطبق عن بعد دونك اكسيون حتى هي سي اون اكسيون اديس اديستونس. نقدر هنا نجاوب واحد الطريقه اخرى نقول action de contact localisée du fil sur le clou. يعني ندخل لو تيب هنا نقول هنا action à distance de l'aimant sur le clou. وانا نقول action à distance exercée par la terre sur le clou. يعني تقدر تجاوب الطريقه اللي بغيتي. بالنسبه للاكزرسيس الثاني عطاونا واحد الشكل قال لنا on considère le schéma سي كونتر فوالا هذا الشيما. هذا الشيما باش تكون ان سوبور يعني مثلا واحد الحامل يقدر يكون غالبا سقف. عندنا هنا واحد الغوصوغ ناضي اللي تيبدا يتجبد وهنا عندنا واحد الجسم اللي هازو هاد لو غوصوغ هذا ان كورباس. مزيان اول سؤال كلاسيكي تيكون دائما في الموحدات وفي لي زيكزامان فيغ لانفونتير دي فورس سوا تيقول لك لو بيلون دي فورس ولا لانفونتير دي فورس يعني تخرج لي الحصيله ديال القوى اللي مطبقين على لو كور اس. مزيان وفي السؤال الثاني قالنا لو غوصوغ ou bien le ressort exerce une normalement une force sur le corps S. On a de la force à T, ramzo lèvre T. Donc, un an, ou le haja, attendons les ramzes d'un mois de couvre. Ou le kim 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 راه هو موضوع الدراسه ديالنا. دونك هو لو سيستيم ايتودي. دابا غادي نجبد لي فورس. لي فورس هنا عندنا جوج ديال لي فورس. علاش كاينه لا فورس اللي تطبقها هاد لو غوصور تيحاول يطلع هاد الجسم الفوق وكاينه لا فورس اللي تطبقها دائما الارض على جميع الاجسام. مزيان دونك بالنسبه لا فورس هادي ديال الغوصور خصنا نرمز لها يا اما باف متجهه ولا تي متجهه ولا ار متجهه. وانا ملي تنقرا ليكزارسيس تلقاهم ديجا هما رامزين ليها في التمرين بالطيب. ملي غتقراو في السانكيام غتسمعو لا طونسيون دو غوصوغ توتر النابض. ولكن نتوما باقيين في التاسعه هاد لا فورس تي غنعتبرها هي القوه المطبقه من طرف النابض على الجسم اس. دونك غادي نقول لا فورس اكزيرسي باغ لو غوصوغ سور لو كور اس. والقوة الثانية دابا نهضروا عليها في الدرس الرابع ديال لو بوا اي لا ماس. راه القوة اللي تطبق على الأرض على جميع الأجسام الرمز ديالها دائما تي. ما ترمزش ليها بإف ما ترمزش ليها بتي ما ترمزش جاي من لو بوا. دابا نتوما باقيين في لو كور الثاني هاد بي مازال ما تتعرفوهاش. المهم نعقل بأن بي متجهة هو رمز خاص لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ وتنسميوها لو بوا. دونك شنو هي هاد بي؟ سي لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ هي القوة. تقدر كاع بلا ما تكتبها بي تجي نيشان تقول لا فورس اللي تيطبقها ولا المطبقة من طرف الأرض اكزيرسي باغ لا تيغ على من؟ سور لو كور اس. دونك هنا بحال عندي جوج قوى تيتصارعو مع بعضياتهم. بالنسبة لو غوصوغ تيطبق واحد لا فورس كيفاش دايرة طالعة الفوق تيحاول يجر هذا الجسم الفوق. وبالنسبة للأرض في دورها تتحاول تجر الجسم لتحت فوالا وهذاك الجسم راه ماشي هبط لتحت ماشي يطلع الفوق تنقولوا راه اون ايكيليبر. هذا الدرس الثالث. بون السؤال الثاني قال لي لو غوصوغ اكزيرس سور لو كور اس اون فورس تي دي طونسيون دو غوصوغ دانتونسيتي تي ايت ايكال 3 نيوتون. قلنا بان لو غوصوغ راه تيطبق واحد القوه رمزنا ليها بتي متجهه على هذا الجسم هذا اللي هو اس والشدة ديالها راها 3 نيوتون. قال لي عطيني لي كاركتيريستيك دو لا فورس تي. انا عارف لي كاركتيريستيك ديال اي فورس يكون عندنا شحال ديال لي كاركتيريستيك 4 خاصك تكون حافظهم تتكتبهم. اولا كاين نقطة تأثير لو بوان دابليكاسيون دائما تنكتبهم هما الاولين وعاد تنجاوب من بعد. سي بون هادشي كلشي درتو في لو كور
la direction ou la ligne d'action خط التأثير ايضا اي فورس في الفيزيك تيكون عندها ان سونس اللي هو المنحة وتيكون عندها ان طون انتنسيتي شدة مزيان عرفتي شكون اللي يسهل هذا في الضربة اياد عارفين بان القوة التي طبقها النابض على هذا الجسم هذا بالنيوتن شحال هي تي ايتيكال 3 نيوتن عطاوها ليا عطاوها ليا انا ديجا في التمرين شكون معطيها نتوما ماشي في النيفو ديال انكم تحسبوا دابا الانتنسيتي ديال شي فورس لو بوان دابليكاسيون غادي نصور راسي فين تيأثر هاد لي غوسور على هاد الجسم هذا تأثر عليه في هاد النقطة هادي هاد النقطة تتسمى بوان دابليكاسيون نقطة ديال التأثير نرمزو ليها حنا بقى غادي نجي هنا غادي نقول بأن لو بوان دابليكاسيون سي لو بوان أ وانت راك ديجا بينتي لو بوان أ في الشكل تقدر تسمي بي سمي اللي بغيتي بالنسبة لا لين داكسيون غادي نصور راسي نقول مثلا تقطع هاد لي غوسور شنو غيوقع على هاد الجسم غيهبط لتحت إلا طلعت لهاد الغوسور شنو غيدير يطلع هنا دونك تلاحظ بأن هاد لاكسيون تتم بواحد الطريقة عمودية يعني وفق هاد المستقيم هذا اللي بخط متقطع هاد المستقيم غنوصفو غنقول بأن التأثير يتم وفق مستقيم عمودي مر من هاد النقطة هادي أ دونك سي لا فيرتيكال المستقيم العمودي الرأسي الذي يمر باسونت باغ أ مزيان لو سونس شنو تيدير دابا هاد لو غوسور تيأثر على هاد الجسم من أ تيحاول يطلعو لفوق الأرض تحاول تجذبو من واحد النقطة و تتبغي تهبطو لتحت دونك حنا عندنا هنايا دائما في لو سونس تنقولو دو فيغ من نحو دونك دائما من نقطة التأثير واش للفوق ولا لتحت حيت هنا تنهضرو عموديا دونك هنا نقولو فيغ لو هو باسكو النابض ماشي تيدفع الجسم لتحت ولكن تيحاول يجرو لفوق باش الأرض متهبطوش مزيان سؤال بي اللي عنده علاقه بلا كيسيون دو قال لي ريبريزونتي لا فورس تي هاد الاسئله تتعاودو هما كوبي كولي تشد لك غير الوضعيه سي بون عطاني واحد المثال هو هذا قال لي شوف انا عارف بلي لا فورس راه تمثلوها باش بان فيكتور صافي تسمى لو فيكتور دو لا فورس متجهات القوه هاد المتجه ديال القوه عندها اربعه ديال المميزات هادوك المميزات هما اللي يخلوني نرسم هاد لا فورس ولكن شحال غندير في هذاك السهم عطيني سلم 1 سنتيم تيمثل 1.5 نيوتن حنا في التمرين شحال عندنا من نيوتن عندنا 3 نيوتن دونك عندنا لا فورس تي لانتونسيتي ديالها هي 3 نيوتن دابا بغيت انا نعرف كل 3 نيوتن شحال فيها من سنتيم انا غادي نسميها بها اكس غنمشي عكس الجواب الطريقه دونك انا ندير قاعده ثلاثيه انا ضرب هنا قسمه دونك نديرو 3 فوا 1 ديفيزي بار 1.5 هي 3 ديفيزي بار 1.5 اللي هي 2 اكس هنا باش غيكون غيكون بالسنتيمتر دونك غنرسم واحد السهم اللي غيكون فيه شحال من سنتيم جوج ولكن فاش غادي نبغي نرسم هذا السهم هذا سيلفو بلاي تبع معايا مزيان اولا المتجهات يكون عندها واحد لوريجين لوريجين في الماب بالنسبه للفيزيك سنسميو لو بوان دابليكاسيون دونك سي لو بوان ا دونك المتجهات ديالنا غتبدا من نقطه ا من لهنا سواء غتكون هكا هكا ولا هكا ولا هكا مزيان ندوز لاني داكسيون هاد المتجه كي غتكون عموديه يعني كيفاش عموديه يا اما غتكون بحال هكا يا اما غتكون بحال هكا لو سونس اللي غيجاوبني قال لي من الفوق يعني متجه 100% غتكون هكا وبشحال غطلع ها هو راه جاوبني عليها ليشيل مع الانتونسيتي يعني 2 سنتيمتر دونك غنطلع من ا عموديه نحو الاعلى بشحال من سنتيم بجوج سنتيمتر دونك فوالا انا عندي مسطره هنا شويه كبيره دونك لا فورس تبان لكم كبيره دونك هي هادي وتنحاول نستعمل لي كولور في لو جور دو ليكزام باش يكون عندي داكشي نقاد اي نوبليي با سورتو دو مونسيوني تي افيك اون فلاش انك تكتب تي متجه تقول لهم فوالا هادي لا فورس تي اللي تيطبقها لو غوسور على لو كور اس تنتمنى ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم تهلاو ليا فراسكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.